هو انا اخشى ما اخشاه تعليقا على كلام الاستاذ ابو العز الحريري، ان احنا بننتقل من مرحله كنا بنتهم فيها الاخوان وبعض الاسلاميين عندهم نزعه للفاشيه، ان انا بسمع من الطرف الثاني الان اللي هو لم يختبر انتخابيا بعد نزعه ايضا للفاشيه، الحديث عن ان فلان انتهازي وفلان ليس حريص على مصلحه البلد والحزب الفلاني، هذا الامر في منتهى الخطوره على مصر، ولابد ان يفيق التيار المدني حاليا ولا يقع في نفس الخطأ الذي أودى بالإخوان إلى ما وصلنا إليه. هو الإقصاء، فكرة الإقصاء والنزعة الفاشية، يعني هي نزعة فاشية، هي أكثر منها إقصاء. الحديث عن اتهام الناس وتخوينهم، إن كان الطرف الآخر كان متهما بالتكفير، نحن الآن لدينا تيار يتحدث عن خيانة وطنية وعن أشخاص لا يستحقون العيش على أرض مصر، والأفضل لهم أن يوضعوا في جيتو، إلى هذه النوعية من الكلام الفارغ. نعم، إن صح التعبير. بالنسبة للحكومة